الحركة طائر يسبح، فكر. البطريق أصله ب1 و3، البطة أصلها ب2 و4. جناح البطريق تكيف ليسر لهذا الطائر التنقل في الماء، وهذا ما لم يحدث بالنسبة للبطة. البطريق طائر تكيفت أجنحته لكي يسبح. أبحثوا. عرفت الآن كيف يسبح طائر البطريق. البطريق يسبح بواسطة أطرافه التي تكيفت في شكل مجاديف لتساعده على التنقل في الماء. معلومات عن حياة طائر البطريق. طائر أنثى تبيض في البر، والذكر هو الذي يحضن البيض حتى يفقد، ثم تتولى الأنثى إطعام الفراخ. يعيش البطريق في حياة جماعية. للبطريق قدرة على المكوث تحت الماء طويلا مقارنة مع الطيور الأخرى. أستخلص. للبطريق شكل مغزلي يسمح له باختراق الماء. تكيفت أجنحة طائر البطريق لتمكنه من التنقل في الماء. الحركة طائر يسبح.